انتي لازم اسكتي ولا كلمة. وفري كلامش يا أروى. تروحي الآن تعتذري لرضا. يلا. مالك؟ أنا أروى بنت الحسب والنسب. أعتذر للأصناف هذه؟ أنا كم مرة قلت ليش لا تصغرينيش قدام الناس؟ كم مرة؟ وليش الزعل هذا بكله؟ عشان خريجة السجون هذا واللي موزعة صورها للي يسوى واللي ما يسوى. اسكتي واحفظي لسانش. أروى احفظي لسانش لآخر مرة أكلمش. أنت الآن بتطعني في عرضها وأنا ما بسمح لكش. انفعالك الزايد هذا بيدل إنه في بينك وبينها حاجة. Let's see!